أفادت اللجنة الوطنية أن عدد الذين سقطوا جراء الانفجار الذي هز قلب المدينة ارتفع إلى 300 قتيل، بينهم نساء وأطفال وفق آخر إحصاء. وأوردت المصادر أن إمكانية حل النزاع بينهما أضحت مستحيلة، خصوصا أن لغات العنف هي الحاكمة في الشارع، ولا صلح إلا بعد تناول الحل عن الحكومة. هذا واستوحت الفرقة رقصاتها من قصص وأساطير الشعوب القديمة، كما إن أزياء الفرقة جاءت لتضفي أجواء ساحرة على كل عرض.